الشخص اللي قدامك ده حصلت له حادثة اتحول بعدها لشخص بيمتلك قدرات خارقة. الشخص ده يا سيدي اسمه بيتر هاركوس، واللي كان شغال نقاش مع والده، وفي يوم من الايام وهو شغال رجله اتشنكلت وهو فوق السلم، ووقع من الدور الرابع فنزل زرع بصل على دماغه، جريوا بيه على المستشفى وهو بين الحياة والموت، وفضل في غيبوبة 4 ايام لحد ما فاق 5 يوم. مراته أول ما لمسته اتنفض وقال لها بعصبية: اجري بسرعة، البيت بيتحرق وابننا جواه. مراته اتخضت واستغربت، سمعت كلامه وراحت على البيت، لكنها ما لقتش حاجة. وبعد كام يوم قامت حريقة ضخمة في البيت، وبالفعل ابنهم كان فيه وأنقذوه بأعجوبة. ومن هنا بدأت الأحداث الغريبة مع بيتر، واللي معاها اتغيرت حياته تماما. في البداية ما كانش فاهم ولا مدرك ايه اللي بيحصل، لكن مع تكرار المواقف عرف انه بيشوف الاحداث اللي بتدور حوالين الاشخاص والاشياء اللي بيلمسها. لو انت مكانه وعندك القدرة دي هتعمل ايه بالظبط؟ هتحاول تستفاد منها ماديا وتتشهر، وده بالفعل اللي عمله بيتر. استغل قدرته وبدأ يقدم عروض في المسارح والنوادي الليلية، الناس انبهرت بقدراته وشهرته زادت وفضلت تزيد، فقرر يسافر امريكا ويشتغل هناك. لو انت بقى مكان الحكومة الامريكية والاف بي اي هتعمل ايه بالظبط؟ هتجيب الواد ده من قفاه وتشوف اذا كان بيشتغل الناس ولا فعلا عنده قدرات خارقة. وده بالفعل اللي حصل، جابوه وفضل 2.5 سنين تحت الاختبار لحد ما اثبت انه فعلا بيملك قدرة خارقة، وانه بيقدر عن طريق لمس الاشخاص والاشياء انه يعرف الاحداث اللي مرت بيها والاحداث اللي هتحصل لها. واشتغل مع الاف بي اي في حل قضايا القتل واختفاء الطائرات وغيرها، وقدر يحل قضايا كتير جدا كانت صعبة ومعقدة. لو انت مكان رئيس الجمهورية وسمعت عن الراجل ده هتعمل ايه بالظبط؟ هتجيب الراجل ده وتخليه جنبك تستفاد من قدراته. وبالفعل بيتر اشتغل مستشار مع كل رؤساء البيت الابيض، وطول فترة خدمته حصل على عدد ضخم من الشارات من الشرطة في كل انحاء العالم، ده غير ان ملكة هولندا كرمته كبطل حرب وظهر في برامج ولقاءات في اهم القنوات التلفزيونية. قول لنا رأيك في اللي حصل لبيتر، ولو كنت مكانه كنت هتستغل القدرة دي ازاي؟